لاعبة باليه رائعة من أمريكا. فأحمد ربنا إني بلاقي عمل كل سنة. قرار الحجاب كان سهل، 7 سنين. سبع سنين. صراع مع النفس. حوار مثير مع الفنانة حنان ترك. مفيش ملايكة على الأرض. بسمع إن هما بيتهموكي ساعات كده إن أنتِ ما بتحبيش تتعاملي مع غير المحجبات. دي كارثة. كان عليكي ضغوط كتيرة للتخلي عن الحجاب. تصريحات خاصة وجريئة للفنانة حنان ترك. قال لي حنان ترك راهبة. تعملي؟ حصرياً ولأول مرة على ART أمريكا ترقبوا الحوار الخاص بين محمد الخشاب والفنانة حنان ترك في برنامج من أمريكا.